حد دخل دعمني يا رب. شو صار؟ ما أدري وين البنت، ما طلعت لي وينها. مين فاز يا أبو عابد؟ ما خلصت الجولة، قبل ما تخلص الجولة. الرمز أرسل سيارة وبرجين، الله يعز أبوك يا الرمز. دقيقة أرجعها، دقيقة. ها ليك، سكرت البث ورجعت. رجعت. تدرون التيك توك طلعني برا، قفل لي الحساب ورجعت فتحت من جديد. ما أنا قاعد أقول لك في بلا عندك أنت من أول قاعد أقول لك. قلت لكم خلوني أطلع، بس أنت قلت أبقي. والله جاتني سيارة ذهبية وما انحسب شيء. أصلاً كل شيء راح قبل الجولة ما تخلص. بس راكت أنا وأنت فايزين عشان لا يقولوا كذا ولا كذا. إيه صح. كم جولة منتهية فايزة 100,000. أنت محدث البرنامج. إيه محدث. أبو عابد نزل ثلاث سيارات ذهبية. لا كذاب، أنا نزل سيارة، سيارة وبرجين. أنا سيارتين وصقر صقرين. لا مستحيل. اسألهم طيب. سألوا بديسكورد عند 100,000 ولا لا؟ ايوه فزنا، نحن فزنا. شباب انا كم نزلت لي سيارتين؟ ثلاث سيارتين. جودي كيف سيارتين وصقرين وانت ترتيبك 8 مليون؟ كيف 8 مليون؟ قفلت طلعني. لا لا من اول ما كان ترتيبك كذا. لا 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 طلعني الحين رجعت. ماني كدوبة ها عيوني. ايه كل هذا ولا كدوبة. طلعت انا معانا. لا كبسوا يا جماعة، والله طلعني يا جماعة، الكل يكبس. سيارة وصقرين. ايه يقول سيارة وصقرين جوني. انا نزل لي ثلاث سيارات بس كنت مسكر التصنيف يا الربع. كبسوا. انا نزل لي 10 اسود. كبسوا. والله كدابة. أبو عابد شكرا يا جماعة، الكل يشد ويكبس. والله الرمز كتب لي انسحب أبو مشرفة. بعود مشاري معوني اسمعوني. شو كتب لك الرمز؟ بعد ما صارت لخبطة بالجولة قال انسحب ومشى. بيرجع. وشوش؟ أسكريماتك شاري بيض الله وجهك يا جماعة الكل. والله في 6 دقيقة 5 ثواني. إيه أقول لهم يا سفيان. أبو عابد جد أم وردة يا مجرم. جاكم المجرم، مو أي مجرم، مجرم الجنوب. بيض الله وجهك. الله يسعدك. أمان الكل يا جماعة. قوة مع مجرم مشاري. جايز كبسوا بالله كبسوا وشيروا البث. جودي يا مجنونة. جودي تعلق، ما أدري إيش السالفة، البث كله يعلق. لا تسكر بسها تسكر. يا الله
انا احس اني اتفائل الجوله اللي تنزلي فيها اشوف بس يعلق عندك شوي اما نخسرها خساره قويه ونفوزها فوز قوي فيا ام وردة يابسه خليني اشوف لا 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 تعلقين تعلقين بعد باقة يبقى ريتم سبت شوية جايز آخر الثواني يا رب عشي اللي كتب هنا بسرعة الجولة الثانية عادي طلعوني تيك توك ورجعت دخلت يا اخوان من قفل التعليقات كبسوا وشيروا لعيوننا كال يا عمري شكرا سهم شكرا ابو عابد لا تقلق انا مو كبسوا لا نقلق صدقني نقلق شعلق وجهه على البوسه يا اخي يعلق ايش السالفه يعلق عندك انت تدرين انت اللي معلق عندك انت يا خوخه خلاص الحين الكل فاتح عشان كذا الحين اوكي صوتك يتكلم كلامك كيف صوتك يتكلم إيه وجهك يعلق بالصوت تضحكون انا انا تمام انا تمام يعلق عندكم مو عندي عادي في الاول كان يعلق عندي بعدها جاء عندك ابو عابد فتح هزامك لا تقلق بالدور لا نقلق عندك حبيبين انا كابر وعندي حبيبين انا كابر اقلق اقلق باقي جوله لا تقلقوا عمر فيه شبكتك انا شغل الاغانيه دكس شكرا رقم 6 انا بروح مشوار وبرجع ارجع احصل سكوري مقرب الله يرحم امك لا تورطني انت لا تخاف يا ابو عابد اجول عندي يا سكه انا وين عصاير وين حطيت بيض الله وجهك كلها من يا جماعة ضيف سكس سيارة تدري وين دبيت العصا بلادي ميرسي proud for you سيدان شفيك هاي زام اي سوال العصا ثاني هيثم ما يعلق عندك برافو يا هيثم شباب انا ساكن في كلك اليوم في كلك الله يقطع ابليسك احنا نحن سيدان يا سيدان ابو عاصم ذاتك لا شدي يا جماعة وين الشير وين البير وين الشير وين السكاسي لا يا بدر بإذن الله لا تقلق يا ابو عابد خو خفيف عليك يا بدر دقيقة وعشر ثواني
داعمين اول حاجه لا انتم بالله ضيف الداعمين يا اخوان لا نراكم شيئا صح يا ابو عبد صار غلط والله ما قلت انت ما نراكم لا نراكم شيئا الله يعزك تقولون لكم ابو البنات الله يعزك هيثم كينج دودي عندي على منو والله شكرا على التكبيرات لبين عندي ام ورده يابسه ولا عاد تنزلي عندي لا ورده ولا اي شيء انت وجهك يسد الرزق والله منحوسه لا تنزلي عندي وردات لا تقلق والله ما قصروا المكبسين الله يكرمكم ولا يحرمكم شنو طبيعة الحكم اللي تحكمي عليهم ديما شنو هو حكم سلخ اكيد لانه شوفي دي واحد يحط بودرة عليهم ابو عابد الغلط واحد يحط باودر والثاني يحط يبقبق في البنك واحد يدير بودرة في الوساده ويضرب 10 مرات والثاني يحط وجهه في البنك صقر قولي احنا لعبنا جولتين فزنا بجولتين فزنا جولتين شو مالك مثل الجوله اللي لبستوا فيها اخذونا رايح جاي جولتين شوفي والله اللي قبل دي فزنا انت ايش فيك واللي قبلها كنا راح نفوز وبس علق هذه ثاني الجوله الاولى اللي طلعنا ولعبنا قبل وهذه تفضلي الحكم الاول الحكم الاول خذي قولي حكم مين بيحكم الثاني عشان نعطي ميوت ونفع المهم هو حكم واحد عندنا اصلا حكم الشارك بينكم الواحد يجيب بودرة ويحطها على الوسادة ويضربها على وجهه 10 مرات والثاني يجيب شيء فيه موية لا انت ويا احكام واحد كل واحد يختار حكم سكوري على بالسكوري يا جودي ويجيب وتحكم ما قصة نحن واحد فايزين نحن فايزين نحن فارقين وما كتب نصيب إيه طيب إيه؟ أوكي الحكم الثاني تجيب شيء فيه موية وتبقبق 10 مرات أوكي الثالث إيه؟ جرش الثالث عند خوخة قلت لهم جرش 40 مرة 40 مرة تجرشون لا لا سكر أعطيه 40 قولي 10 15 40 الرجال والله اسمع الجوله الاولى كان عايز لا دقيقه جودي انا اتكلم مع اخوخه اخوخه تدري ان انا احكامي معك واحكامك معي الحين بتعيشين الدور انك مره واو الحين رباعي يفرق ما بين اثنين ورباعي لا لا روقي لا تقعد تعيشين الدور روقي احكام بسيطه يعني عادي انا اسوي لك 15 حقك يا ابو عابد صح لا انا ما عمري حكمت حكم سهل اخوخه عمري حكمتك حكم قوي امانه والله اعطيك كلكم احكام خفيفه والله صح وين تحكمني يعني يلا اوكي تحكمني بعطيك الاحكام اللي تحكمني يلا تفضلي روح شو اسمه هذا الخزانه حلو هذا انا اديلك تقول شاورما جودي وخوخه خسروني
لا 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 شوفي يروح عند ستارة ويبرم عليها ويقعد يقول 10 مرات شاورما للبيع. تمام حلو. الحكم الشاورما الثالث. الحكم الثالث ماشي احكم عليه ثالث. راسه تحكم عليه مدة. لا لا صعبة دي يا جودي والله والله فيها وش خلاص كم كم مدة دقيقة. أنا عليه هذا الحكم. أنت شوف الحكم بس ما تستند على الحيط بدون ما تستند على الحيط. لا لا مخبر بدي ما تستند على الحيط. عبد الله أعطيتك أحكام عبد الله. وش تغزل بالوسادة؟ لا 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 غزل؟ لا 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 أنا قريت بس قريت بس كومنت. أوكي جودي أعطيني حكم ثالث بالله. حكم ثالث يجيب ملعقة ويمسكها بسنانه وحط فيها بيضة مدة دقيقة. ما عندي أنا بشاليه أنا بشاليه. حط أي شيء جيب ملعقة وحط أي شيء عليها. شاليه خلاص جيب شيء فيه موية وبقبق 10 مرات. الغرغر بالموية كذا. لا جيب توش. لا جيب شاي صحن فيه موية. يا هدايفة أول مرة نشوف كلاموني. هذا وش فيه ده هدايفة كلاموني طوكفة. ديما كشف كلاموني طبر بي ما ليش توقف. ايش فيني ايش فيني عبد الله. اخ انت ما ادري ايش جاك. تحية للكلامونيت يا حذيفة. اعطيتك احكام سهلة اعطيتك حكم الخزانة نفس ما تعطيني. قلت لك خزانة عنك ايش اللي جيني محمس مرة مع صاحبتي. يا اخوان بالله اعطيك الداعين يا اخوان. صقر ما عنده وقتي والله بلحق الحين انا. حندم يا جميل حندم 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 أدري. شوف هي فايدة ليش تندم هي فايدة أحكام نضحك أقدر أحط فيه نضحك أنا بقى نضحك عادي يحكمون علي عادي ما هي مشكلة. إي والله عادي أنتوا لا تأخذون الأمور بحساسية. لا ما في حساسية بالعكس. لا بس جودي لما أنت تعطيني أحكام بسيطة جودي لما أنت تعطيني دائما أحكام بسيطة وأجي أفوز عليك وأقول لك أحكام صعبة ما تضايقين. لا انت ضايق ابوها ضايق بالله عليك تعطيني احكام اثنين صعبه والثاني حق الخزانه اسمعي عشان ارنك بس مو عشانك فايزه تعيشين الدور قدام اللي عندك ما عم اصلا ولا بنت لا يصمك الا صمك صبر لاني عامله معك تضحك يا عبد الله ايش فيك لان بس صبر عامله معك رجال عبد الله ايش فيك هذا لا لا شيء تقدر تحط فيه مويه عبد الله خليك الجولة دي علي لا تقلق لا لا تقلق وراسك سحب رجلك فراسك الجولة دي نتفارق الجولة دي نتفارق لا احنا ودنا ناخذ بثارنا ما هتقدرون الجولة دي نتفارق الثار ولا العار تعيش الدار إيه ما عشت الدور والله يلا العبوا والله الجولة دي خلينا نتفارق يا خوخة عشان بنجلب يا غبي خلينا نتفارق لا 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 تقلقي لا تقلقي بس 10 مرات عد 1 2 بس 10 يلا ابشر مو سهل صعب ترى الحكم أنا قلت الدور أقول أخلتي جودي بس أخلتي شد حالك يا عبد الله لا تقلق لا تقلق وراسي تحت رجلي فوق ما يا رب في واحد كده يا جماعه كبسوا في واحد يقول لما صار رجلك فوق راسك تحسب زي الواي فاي لا صرت زي كلامونيت بوريها لك شو هذا كلامونيت ما ادري شو اسمه باليمني عندك هات هات تعال هات وش فيهم دولي عشان ايش؟ قلت ما قلتش كلام وانا بحال ديانا شباب بالله ارفعوا الشير 2000 لا لا بالله شوف السهم اللي تحت لو كل واحد يضغط على السهم ويلف على اليسار بيطلع لك المزيد تضغط على المزيد بيطلع لك اصدقائك تخصص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وتشير لهم لعشر اشخاص الله يسعدكم شير 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 خلونا نفكر خلونا نفكر
فقروا الشير يا رب كفو يا مشيرين نفداكم الله لا يحرمني منكم والله العظيم انكم كفو شير لا تكفو كيف يسوي سبعة مو جولة حرم ايه جولة ولا جولتين تسعة عشرة الله يقطع لا تقلق لا تقلق هل جمع شهم جولة ولا جولتين بالله جولة جولة بس لا الحكم خصم ضعيف يا شيخ ايش جولتين خصم جولة واحدة ترى كيلك يضرب السبسي أعطي خولك يضرب السبسي شير شير يا ربي يا ربي ويا ربي بعد عني يلا يا رب جولة واحدة يا جماعة كبسو يا جماعة كبسو شدي يا جماعة شنو هذا يا رب بدنا نولعها اليوم أهلا بك في الجزائر يا عمري مسجودي عيوني لكم بجيكم بالقوة عمري أهل قطر يا جماعة الجولة الجولة لنا جولة 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 جحفلة ما جحفلة قلت جولة واحدة انتم لا تقصرفون بس لا جحفلة جولتين يا اخي عشان حتى اللي عندنا يعرفوا عندك مستوى ما علي ما علي ما علي بالكلام ده انت قلتي جولة واحدة قالك جولتين قلت لا جولة واحدة ايه جولة دايم نلعب جولتين جولتين صح العبوا ابو عابد عشان الحلال والحرام انا بنص الجولة قلت اذا جحفلة جولة ايه ايه الله يا اخي الحين الرمز ايش يجيبه الحين طلع الرمز الحين باكل هوا انا لا تكلم
هو قال إذا جحفل جولتين يقبل. لا تكلم. طيب الله يعزك، الله يعزك يا الرمس، الله يعزك. يا خطيرة. العين ما تبكي. هذا اللي ورطنا. خرج عينك حقك. خرج عينك. أبي لا تبحمد، أصبر أصبر أحبك أصبر. أصبر دقيقة تبتدي الجولة ما بتدي تيم حمد. محمد داخلها يا أبو الأخضر واليابس. مسكي قطع ريدي. ابتدي الجولة. لمين شيرتوا؟ شيراتكم ما جابت نتيجة والله. لمين قاعد تشيرون؟ أنت تشيرون لحسابات متوفية، لحسابات أصحابهم نايمين، لحسابات أصحابهم مايتين، لحسابات اعتزلوا من التيك توك، تشيروا للجن، للعضاريط، للعفاريت. لمين شيراتكم أنتوا؟ شيراتكم ما جابت نتيجة. لمين جالس تشيرون؟ تشيروا البعض؟ اللي في البنت شعروا لبعضكم بالبعض. كم شعر الناس جديد؟ العبد رب إدريس، أبو بكر، محمد عبده، الناصر الديابي، عبد الله بن علي بن ناصر. عند الجولة القديمة موجود. شوفي حسبي دقائق، لو وصلنا دقيقة قولي لي يا جماعة. الجولة طالعة. بالسكس. شكرا شكرا إيسا يا رب على البرنس. لا تبقى قدام حمد. بيض الله وجهك نانسي حبيبتي. كم وصلت الحين؟ ضبطوني ضبطوني. 2900 طارق. 3 دقائق. كفتوا بالله كفتوا. يا هاي لا تخلوني. ما أدري المشكلة من وين. والله كنك الله يا عزك. أوف يا محمد. والله يا محمد ما يشوف الجولة. الله يكرمك. قولي يا محمد بتشغل أغنيتنا حماسية. نواف تميم اسمعوا يوم يجون تميم. خلاص أنا مزح. أنا زيادة على ثلاث جولات. ثلاث جولات الحين وأنا مع أبو عابد سكوري ما يتعدى 1000 نقطة. بعد العملية لأنه هي طالبة شير انت يا صقر. اخي لمين اشير؟ شوف انا اللي عندي حاليا اللي امون عليهم احمد وفراس. فاحمد وفراس لو انهم موجودين في البرنامج يعني مستحيل يعني انهم يدخلون وما يدعمون، ما يحتاجين شير. فهمت؟ فمستحيل هذول اثنين يعني صارت كلمه الشير يعني كبيره يعني عليهم. فهم ما يقصروا والله، حتى لو انهم موجودين بيدخلون وبيدعمون، بس ممكن مو موجود في البرنامج نفسه. فهمت؟ فكبسوا. في عمل. في انا احساسي يقول لي دقيقه الجوله راح نفوز فيها وانا راح اكون الاقوى في الثلاثه ليله. احساسي لا يخطئ، لا يأس مع الحياه ولا حياة مع اليأس. السعادة للناس. يا مالي مالي. والرجال في أفعاله. ما حد يعلق في الطاقة. أنت شراب نور. والآت يعصب.
الله يسعدك يا ابو خالد، ما قصرت بيضة راضيك بس تأخرت. الله يسعده ويرزقك ابو عابد. والله لقيت هنا، شكرا لك ابو عابد. لا تقلق اقلق قسم بالله والله على السكور الدائم ماني حاكمه. الله يطلع جهنم وبئس المصير يا فراس. الله ياخذ الجوجو يا جوجو. جوجو جوجو ما في انت في البرنامج، ما قعدت. ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ واسي والله واسي. اخرب حنانك يا شيخ، ليتك ليدي بوي مستكين منك يا اخي. ربحنا ايوه. احكم احكم. هلكت امنا يا اخي، هلكتنا. اشفي اشفي اشفي. اقول لك ما في عندي داعي كذا الكبير ذا، ما هتكلم كنتي. اسكتوا. اكتبوا لي احكام جايز. جودي اعطيني العطار بتضرب اللي بخط. شنو بغيتي؟ ابو خالد ما قصرت. احكام. الله يعزكم جميعا يا اخوان. ترى نزلت لي سياره. شراس اعطيني احكامك بعد. خلي الداعمين يعطوني احكامك. بسكس شراس. مره واحده يا ابو عابد. أين الصداقة؟ أين العيش والملح؟ أين المخوة؟ أين السلام عليكم، جاوبوني. بسكس؟ ما حد حتى عاونينا جودي في الأحكام. الحكم الأول شوف السكور دي عالي الصراحة. عندك خوخة. أوكي بسكس. الحكم الأول صقر فوق الباب. الحكم الثاني اسمعي، واحد فوق الباب، واحد يلف على ستارة يقول شاورما للبيع 10 مرات. حكم الثاني يخطط لك عليها البودرة والسادة أو موية. لا موية. إيش حكم الثالث؟ يلف يبرم على ستارة يقول شاورما للبيع. شاورما للبيع. أنا ماصي. والله دي شاورما محشية. الله ياخذ راسك يا لا تقلق، على طول تنفذ وناكل هواء. شاورما للبيع. يما البيع اللي جوعان. شاورما شاورما حمير. شاورما حمير انت يا جنط. والله ما حد يشيل منك. حرام يا جنط. شاورما حمير. شاورما حرام. لا حد يشتري منه. الله يقطع. والله شاورما سمينة الصراحة. ممكن فراس شاورما للبيع. نفذ عبد الله الحكم. شاورما للبيع. والله ما بيع، ما شفنا شيء، شفنا غير فراس. شاورما للبيع. يلا اعطوني احكامكم. بسوي عشان انا حكمت على الخطر. احكمي على عبد الله. لا لا دقيقة. بسوي عشاء ثاني بداله. نفذ بداله؟ كفو والله. هذا الخوية فايت الخوية. زودك 20 ثانية شاورما للبيع. كم؟ زود 10 ثاني شاورما حمار للبيع، ضيف عليه حمار شوي. شاورما حمار للبيع؟ بدون كاتشب، بدون كاتشب، بدون كاتشب. شاورما للبيع؟ والله كفو ما يسيب خوية. شاورما للبيع؟ شاورما للبيع؟ يا رب تلف والله لو تبقى آخر شاورما. هذه الشاورما اللي يجيك منها تسمم. هذه الشاورما اللي على طول الإسعاف. شاورما للبيع؟ شاورما عصايك يا رب. عصايك للبيع. خلاص تم تم تم. تعال والله يا عبد الله. خلاص 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 تعال يا عبد الله. شكرا. شاورما يا عبد الله. حلو 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 كفو. جودي فرصه سعيده والله اني شفناك. ترى فيك انت وسقر. اشوفكم في الجايات. مع السلامه. الله يسعدك. مع السلامه. الله يرزقك. الله يسعدك. يا عابد يا نصاب، شفت اني كفو نفذت لك احكام هرب. لكن قال عندي فراس. انقل. لكن قال عندي فراس. انقل. واضح اليوم. واضح اليوم مو بيومنا. أمس لنا واليوم علينا. عالصدام. ولك عالصدام الله يكسر راسكم تكسير. أقبل على الرف رف. والله شفت لك حكم جديد يا عبسي، لين بخليك تنفذه. كفو يا صقر كفو. حكم الضب. اقبل اقبل اقبل. انت اقبل. قبلت.
لحظة لحظة. طيب ما جاء كلمة يلا. جولتين. رسم بطاطا. جولتين صح؟ مفهوم تاجرش. تاجرش. يلا يا جماعة جولة. جولة جفلة جولتين. جولة ولا جولتين دقيقة. جولة الجحفلة جولتين. لا 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 من هالحين. ساقر جولة ولا جولتين. سارة وشو بدك؟ سقور لا تخاف النور طيبة ترى. فزت عليهم هم الاثنين الحين أنا. احلفي. والله فزت عليهم. جولة واحدة. جولة الجحفلة جولتين أوكي؟ لا تمر من أخصك ومسأل جدودك وغدك همك ما تلزمها تبنى نهي وجودك وين ما تلزمها تبنى نهي وجودك شباب تكبيس تكبيس أخمر صود والرشاش جاهز شباب لسه بدري تعرفون احنا من بعد الساعة 12 جماعة جولة واحدة جحفل جولتين شدوا ايش سارة سارة وش هذا 51 على اكبر صدام حاسة قيل تقول الامور طيبة وسكونك 51 استعي على وجهي يا زين صح الله اخذتهم جولة متى الحين اخذتهم لحالي مسكينه والله كيف صيدك تخلي مع مغنيين كمان مره كربسو تدري سكورها كم قبلان عند المغني ثلاثة لا كذاب سكوري كيف تدري سكوري كان 42 ألف يصقر لحالي كفو انت وين مغني صح حريم ايه صح ولك خونا مردقتنا يا سارة اربع خمس جولات قول والله وينها كلمتها قالت افتحي لايف الحين بدخل معك كبس كبس وين شباب جماعة ترى جولة الجحفلة جولتين خلاص صاير مغرد عند خوخة شباب تكبس صقر جاهز الاحكام ولك ما عاش اللي يحكمني انا ما عاش اللي يحكم صقر اي والله كفو هم يحكمكم اثنين ايه صح على الصدام على الرفض كفو عبسي سقى شم الجولة راح نفوز تهيد اللايف واثق انك راح تفوز اي نعم واثق لك نعم تكبيس عزيزة الكويت فوق المعزة ترخص لك الروح شباب جولة حاولت اشترك عندك ما يصير كيف شباب شباب ابو خالد اسمي
This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. You don't know. أنا حكمت الحين عليه، خليته يجرس 50 مرة. يلا سارة احكم عليه. عبدي الحكم الأول فوق الباب، الحكم الثاني جاهد يكشف، الحكم الثالث بالضبط 3 دقائق. الحكم الثالث مش الضبط. سارة يلا أعطيني أحكامك. الحكم الأول تكتبي في البايو مدة سارة قفلت ملفي لمدة 2 يومين. ما نشوفك ما نشوفك. مدة سارة قفلت ملفي. انظروا إلى هذا المخلوق، إنه يسمى الضب القطبي أو الضب الثري كما يعرف في الخليج العربي. أوريك. وهو مخلوق زاحف، إن لحمه إن لحمه طري ومرقه حامض. انظر إلى هذا الضب الأزرق. أيها الضب كمل. انظروا إلى هذا الضب، إنه مخلوق الأناكوندا القطبي، وهو يقوم بالزحف ليصطاد فريسته. وها هو آت إليكم. أرسل جولة، أرسل جولة، أرسل جولة. يلا كمل كمل كمل. سارة على الصدام. فقد إن مميزات هذا الضب القطبي أن لحمه حلو، وهو يمشي بحركات بطيئة يتسهل على الصيادين صيده. انظروا إلى كبر عينيه وخشمه، هذا هو اللي يميز هذا الضب. واسمه أبو العبابيس، وهو سريع، والآن هو موسم التزاوج وهو يبحث عن زوجة. شوفوا كيف سارة مستوان بعيد دولة شباب أحكام خفيفة مرة ضعيف. شباب جولة تكفونا تروح على الصدام على نفسكم. مستواكم مرة ضعيف. مستواكم مرة ضعيف. مرة يا زينة سارة. وشو يا سارة؟ مستواكم مرة ضعيف. شباب بالله، عشان عندي مشكلة بحسابي أبطل منكم طلب. الله يسعدكم، أبيكم تطلعوا تشوفوا لي شو آخر مقطع بحسابي أنا منزله، اكتبوا لي من البث، اكتبوا هناك جينا من البث. أبو خالد الله يسعدك، اكتبوا لي شو آخر مقطع نازل بحسابي، لأنه في ناس يشوفون مقطع ثاني وفي ناس يشوفون مقطع ثاني. اللي يشوف مقطعي أنا وإنجي يحط رقم 1، اللي يشوف مقطع الجحفلة حق أمس حق الجاز يحط رقم 2. شباب احمد مو موجود، احمد سافر المكسيك. سعد لب عينك يا سعد. شفتوا يطلع المقطع عند بعض الناس وبعض الناس لا. انا شفته يا ابو يلي عندك ولد. على اكبر صدام عنده ولد صغير، طلع عنده بيبي صغير. ما شفت ليش ما يطلع لكم انتم؟ عرفتي ما شفت طفل صغير؟ المفروض انه هذا اخر مقطع يطلع لكم. شوفونه. اي والله عندك. شوف هذه الطفلة حق البوبو. اي البوبو الصغيرة يحبها. هذه ما شاء الله يقول مدنية صح؟ أنا واحد عمري كذا 21 وعندي طفلة، بعدين حط صورتها. كم عمرك؟ أبو خالد لك عينك. صغير؟ سارة كم عمرك؟
أنا عمري 35. أنا عجوز عمره 92. قد ماتت ورجعت للحياة محنطة. أي والله. أي والله يا القذافة قاعدة تقول لك ما لا أصيدك الجولة دي يا عطي اصبر علي. لا لا. شباب تكفوا. يا جماعة كبسوا. حسن على حس شعبك وريك تعلل بيارك حسن على حس لك وتمالك. شباب عادي القناة حق أمس تكفينا يعني كذا متعة وناسة الأسبوع قدام. حلو شباب بلال ما جاء لا يكون زعلان. لا اليوم ما جاء عادي عادي لو نخسر 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 حلو يمكن يوم بالأسبوع كذا حلو وست أيام عادية عادي عادي. وين بنت عمان والله عظيم إني دخلت عليها أمس قلت لها لا تدعمي ما قلت لها تدعمي قلت لها ما قصرت بس لا تكلفي على نفسك. أنا ما أحب لما يكون صاحب البيت يعني محمد محمد شكرا اسمه حرام يعني يا صقر جناب تعبان والله شكرا ما عندك مستوى عادي والله جناب على الراف راف أموتك. شو مستواك عاد اللي يقول شو مستواك يقول 150 ألف آخر ثواني يلا أنا قوي ترى أنا قوي يلا ما غير الله أحد نبس نبس أنت وراسك نبس روحك يوم صقعة أنا أم صقعة فقرت عليك أيوة. خذوا تعجب على الأميرة سارة يا تنفور هذا مصقعة تبوك شباب ما جحتنا نرفع عينك الولة نرفع عينك جحتنا جحتنا الولة نرفع عينك والله تعالك تعالك لا لا تعالك لا هذا أول جولة تعالك هي قالت هي قالت صديقة جحفلة جولتين قالت في الجولة الأولى وأنا إيش فريقك وكيف الجولة الأولى خلاص هذه آخر لا 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 نظام اللعب الأول مع نفسك مع نفسك لا 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 جولة واحدة عندي مي على كيفك متوية الحكم الأول لا 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 جحفلة جولتين قويتك قالت إذا جحفلة جولتين نعم أوكي عين شباب العب يا عبسي العب يلا أجر شدينك لا تكرك جماعة لو قلنا هالجولة بنحكي لو فاز الفرق أنا أفوز زوين لا 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 تكرك والله أصرخك والله البارح البارح سمعتك ليه تستحي يا بنتي جولة أخوي منو قال استحي شباب شدوا مو بجحفلة شباب شدوا يا شباب جماعة شيروا ليش مو قاعدين تشيرون على الراف راف روحي على أكبر صدام صقر على صدام عواد شكرا عندي شيء البث بدون احمد زي الغابه بدون اسد تايجر انت قلت البث انت قلت البث زي ايش البث بدون احمد زي الغابه بدون اسد مياو ار يعني كلنا حيوانات لطيفة ما في حيوان قوي انت الحيوان استغفر الله كبسو لا اغسل لا اغسل كبسو ما كبسو على الرف رف يا صقر على الصدام حد يسوي شيء في الحياة على الرف رف يا صقر العب تناقض اي زر العب تناقض كنا متقدم انسى كلهم ميوت ترجمة
عرض نتائج عن وادي الذئابي. شباب ما في فايدة. جايز ما بقى شيء وسوي شيء. وانت لا تتشائم يا اخي، عادي يجيك دعم غريب، لا تتشائم. قوم تشائم شباب، شدوا شباب، دخلنا ساعة على الغاب من قلت وياه. اسمع اوهم شير اللايف لك يا سارة، شدي حيلك. شباب مالي الحكم أشرف أوجد الفرق بين وجه سارة وكوع صقر. لا والله وجه سارة حلو يا عمري، يا وجه سارة الله يسعدك. كبسوا الجولة على خشمي على، ولكلكم قولوا ما قالت صقر، ولكلكم قولوا انقرع يا صقر. إذا ما جبنا هالجولة غصبا عنهم، أنتوا بس شوفوا 1 2 3 4 ألف مبروك لنا الجولة. بخلوا على جل فاصلة قبل يروح الدعم ذا اللي بيدعم. شفتوا قاعد يقول أنا شو قاعد يقول؟ قولوا ما قال صقر، أنا قلت لكم غصب عنهم وعن خشم أي واحد هالجولة راح ينخدها. دائما إحساسي ما يخطئ، أنا دائما أحس بالخطر على مرحلة 17 كيلو متر، وأحس إن الخير قادم بفضل الله على بعد 14-35 كيلو متر. والله قل ما أعرف أنتم فكرين إني والله أنا شارب هالبرنامج أعرف متى نفوز متى نخسر. يا أجمل من يدعمني، إيش رأيك أكثر من كذا؟ تبى الشعر يا شيخ؟ قول تبى الشعر، أغمز بس غمزة، أعطيني غمزة كذا. أيوة يا شموخ، شو عارف ما أقول لك إيش أحكامي. هاي تبى تحكمني صلق؟ لا صيدك وصل اللي عندي، بصوا اللي عندي. اللي بيصير بهالجولة ما بتصدقون، تشوفون دول الثلاثة كلهم هالجولة أنا بكون أعلى سكور فيهم وأنا اللي بفوز بهالجولة. كيف ما أدري جايز الفاصلة لا أخسر. شباب ترى هذا جات الحكم، هم ولا حنا تكفي. ما بتحكمني أنت، تبى تحكمني بس ما بتحكمني. قدرة الله قوية وبإذن الله لحكم. قدرة الله يا شباب، كبسوا كبسوا. شباب get my story guys get my story. تدري ام الولد حقام صرعت اليوم وتتكلم علي وتقول ليش حبتون ولدي، ليش تكلمتون معاه بهالاسلوب، وليش ما رحبتون فيه، ليش ما عليتون. مين اللي امس كنت انت تقول له كيف طلعت، وانا اقول له كيف طلعت وتكلمت وقالت انتم ما رحبتوا بولدي، وكل من يدخل معاه في تكتك راح فيه الا انتم. مين ولده؟ ولك ذاك اللي اسمه عمار امس.
طيب هو سبعة لينا ايش تسوي لها يعني؟ قولها اوه شاطر حبيبي ولدها، يعني هو غلط. شو قال؟ هو عصب قال اوف والله اقسم بالله انا ما دخلتهم، انتوا كيف جيتوا، انتوا كيف دخلتوا عندي وما ادري شو، بعدين نزل. ايش تسوي؟ شكرا على شيراتك، ترى في ناس يشيرون بدون ما اقلهم، بس ما ادري لوين يشيروا. انا ودي اخر البث اكون حاسبهم، كل واحد يوريني لمين شير. شير شموخ نتيجة الحين أم لا؟ فدعوا النار، انتظروا وترقبوا. لمن تشير شموخ؟ ترى الجولة دي الفاصلة الأخيرة، يعني لو جحفلوا عادي، لو جحفلنا عادي، بس لا يحكمونا. شباب اللي بيجحفل اللي هالجولة له عندي هدية. يا جماعة لا يحكمونا. شيرت لي يا صقر. انت كده شير من بعض. صقر اخلط اخلط صقر اخلط اخلط. مو الحين مو الحين صقر، اخر 10 ثواني. لا تكرك، انا عندي يدي رياضية. حتى بقي اذا خلط ربع ساعة همشي افوت. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم سدد رميتنا، اللهم سدد رميتنا، اللهم سدد رميتنا، اللهم اجعلها في نحرهم، اللهم سدد رميتنا، اللهم سدد رميتنا، اللهم ثبت جحفلتنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم هذه وين راحت؟ ما ادري. يا اخي عبسي لا تشرد، ما صدق. هذه معلقة. حكمك صقر اسلخ اسلخ صقر اسلخ. اوري بس الحكم الاول تحت. اوري ترى خط كمه يلا طالع. الحكم الثاني فوق الباب وتقول الملكة سارة نزليني لمدة دقيقة ويجي لك ما بنزلك. الحكم الثاني الحكم الثاني حبتين بيض على شعرك ينزل وكذا حرام. اشرب حبتين بيض لا تزعل، اشرب حبتين بيض، ابلع حبتين بيض.
سيارة خليها حسنة والله تعبان. لا نفذها. لا سيارة والله خليها حسنة. والله خليها. ما خاف الصدام نفذها. سيارة والله ما قلت كم عين لا كم عين. عظيم علق عندي. للحين يعلق. عبدي نفذ. والله لنا بريك بكرة والله يلا. عبدي. والله لنا بريك بكرة. سارة والله تحرر اليوم كلها منه. احنا ما بنقبل الا بشرط واحد. قل لي شو الشرط. يلا الشرط اذا تبي لبكرة تنفذ لها حكم وتحسب لها حصان. اي غير كذا ما عندنا. تاخذ بكرة تنفذ حكم مع حصانة ارضى. اسمع حصانة اسمع حصانة لو كنت بفريق مع صقر عادي اني اخلي حتى صقر سماح معاي. حصانة حرة نستخدمها لأي شخص يبي في تيك توك. بالضبط. يلا بكرة هتبوك. يلا ريم معلق عندك. شوف انا اللي عندي علق. انجي تعبانه انجي راحت المستشفى وضربت ابره وسوت ابره وما حد قال لها الحمد لله على السلامه ولا كيف حالك ولا شو اخبارك يعني ما في سؤال ما في جواب. شنو هذا شنو هذا ابو خالد الله يسعدك كيف الله يسعدك المغامره الله يسعدك. يلا خليني نجيب لي كيست. شكرا على طلب يا سيس خلاص وفريها وفريها وبيكم تروحوا كلكم تجيبون بلا شباب بلا شكله زعلان خسر الجودة أنا ما أقدر أشحن ما أدري بس حسيت زعلان.